بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة، حلقة يوم السبت، الحلقة المميزة وطبعا مميزة بوجود ضيف عزيز علينا كلنا وعلى شعب السودان، الزول دسم الضحكة دائما على وجوه الشعب السوداني. خلينا نرحب بالدكتور فيصل نجم الكوميديا. كيف دكتور؟ مرحبا إبراهيم، فرصة سعيدة جدا أنه أنا وإنت ليلة في نكهة خاصة وآخر روعة. اخر روعه. وبالمناسبه نرحب بالدكتوره روعه بابكر. يا دكتوره طبعا طبيعي شيف ابراهيم لما يكون معنا ضيف بينسى يرحب بي، لكن انا هرحب به واقول له مساء الخير عليك شيف ابراهيم. مساء الخير لنوارت حلقتنا اليوم الدكتور فيصل، منورنا اليوم. الله يخليك وشكرا لكم، واتمنى لمشاهدينا شيف ابراهيم الليله حلقه خاصه وطعم خاص ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا احنا دكتور الليله متشرفين بيك ومتنورين بيك، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه طبعا كلها مرح وكلها ضحك، والمشاهدين المشاهدين اكيد متوقعين ده. وبرضو الليله عاملين حاجات دايما، احنا كل سبت بنعمل بناء على طلبات. بصراحه انت ما طلبت حاجات كثيره، يعني طلبت السمك وسلطه الفواكه بس. احنا برضو قلنا نعمل الليله المندي مع بعض، الدجاج المندي نعيد ثاني مع بعض طريقه عمله على الهواء، وهنعمل السينابون الروز بناء على طلب كثير من الساده المشاهدين. طبعا مع السمك هنعمل البغدونسيه وسلطة الفواكه بناء على طلب الدكتور فيصل. نعم. خلونا نبدأ حلقتنا الليلة بأول صنف من أصناف الليلة، الدجاج المندي، لكن نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين مع المندي يا دكتور. الليلة النهاردة هنعمل الفراخ المندي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نعم. علشان برضو في ناس المندي بتعمل بطريقتين، بتعمل الفراخ مع الرز مع بعض، أو يتعامل كل نوع براهه. احنا النهاردة هنعمل كل نوع براهه، لكن هنستخدم المكونات منها فيها زي ما بيقول. نعم. طيب احنا أول خطوة زي ما شفنا المقادير، أنا مسخن الحلة بتاعتي، عندي زيت، بعد كده انا فارم الفلفل الاخضر ناعم. نعم. شديد مع الزيت، احطه مع الزيت زي ما انت شايف كده اهو. بتحب المندي؟ يعني انا بحب الدجاج عموما، يعني مهما كان اسمه يعني، لكن انا اقول لك بصراحه، يعني انا اول مره اعرف انه في حاجه اسمها مندي بالدجاج. في مندي يعني لحوم عاديه يعني، ايوه، لكن مندي دجاج ليلى نشوف عندكم ان شاء الله يطلع حلو ويعجبك ان شاء الله. يعني ان شاء الله شيف ابراهيم اول حاجه عمل الفلفل الاخضر والزيت لغايه الان كده احنا ما عندنا مشكله. الطماطم برضو فارمها ناعم، برضو طماطم الطماطم فارمها ناعم شديد. وبنحط حاجات من الاعشاب العطريه اللي عندنا اللي بتعمل نكهه للاكل. ممكن فلفل اسود حصى، فلفل اسود، حبهان، نحطه سليم عشان بعد كده ممكن حاجات بسيطه يعني نشيله من نقدر نشيله من الوصفه. نعم تمام. نقلب، لو في حد يحب الشطه برضو حاجه بسيطه جدا. شطه حمراء؟ حمراء بسيطه. لا ما عملت الشطه ليه؟ لا بس يعني بسيطه ممكن يعني، لكن الشطه الخضراء احبها. اي تمام. انت عملت شطه حاره بتشيف ابراهيم؟ دي حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه يعني. يعني. الحمد لله تيستي بس تمام. في برضو توابل المندي، دي توابل، هاي توابل المندي كده اهو، وشويه الكركم. بتفتكر الناس متابعينك بالكلام ده يعني يكونوا كتبوه في الورق كده عارفين كيف؟ وما شاء الله بيبدعوا احسن منينا كمان، يعني هم بيعملوا حاجات حلوه، ياخدوا الفكره وبيبدعوا احسن منينا ما شاء الله. اهو بالظبط كده، هنحط شويه القرفه. التوابل طبعا احنا بتبقى حاجه راجع علينا احنا، برضو نكهتنا هنا النكهه الخاصه يمكن ما مكتوبه شويه، ما شفتها في المغادير. شويه كاري. كاري بسيط جدا. تفتكر الناس كلها بتعرف ما يعني كاري؟ طبعا يعني كله. ما كله، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر، والدكاتره برضه بنحاول دايما الوصفات اللي هي بيكون فيها توابل او اعشاب او اي مكونات غريبه شويه على بنعرض الصوره على الشاشه والدكتوره بتشرح. متوفر الكاري يا دكتور في الله؟ اكيد متوفر، يعني تلقى في البقالات عامه بتلقى انه الكاري موجود يعني مع البهارات. مع البهارات تفتح تلقاه قاعد. ايوه
في البيوت السودانيه موجود يعني؟ انا آه. في البيت بقول انا اجيب بهارات، بنجيب كزبره، بنجيب شمار، بنجيب بقدونس. طبعا على حسب ست البيت، بعض المرات يعني بيحبوا بهارات محدده، لكن في بيوت بتلقى فيها الكاري. فيها الكاري، لكن هو يعني اضافه للبهارات يعني. ايوه هو اضافه للبهارات. جميل. طيب انت علاقتك كيف مع المطبخ عموما؟ المطبخ هو بصراحه يعني هو روح البيت يعني صراحه يعني، وست البيت هي المسؤوله منه، من يعني منظره وشكله ونظافته وبعدك ست البيت يعني تبخط. انت ما عندك اي علاقه؟ لا هي المسؤوله عنه، مسؤوليه تامه يعني. لكن بعدك انت بتخش عشان تعمل يعني تعمل مهو الان الايام دي ست البيت هي بتمشي الشغل زيك وبتجي راجعه وانت بتمشي الشغل بتجي راجعه، الاثنين ممكن تجي يعني من الشغل تعبانين يعني فلا بد من مشاركه يعني. لكن هم ما بدونا فرصه انه نعمل الحاجات العميقه يعني كذا، يعني ما بتجيب لها مندي كذا للنهايه يعني. بقوم طيب بيعملك معاه شنو في المطبخ؟ انت ممكن تخش المطبخ تعمل حاجات بسيطه، هم عموما بيفتكروا انه الرجال لو دخلوا المطبخ بيبوظوه يعني، بيبوظوه كده. اكيد بيبوظوه، بيعملوا زلزال فيهم. لا مش زلزال يعني، اربع درجات على مقياس ريختر كده. لكن شنو؟ بنعمل حاجات جميله يعني. اول حاجه وقفتك في المطبخ ذاته جنب ست البيت فيها رفع يعني للروح المعنويه يعني، يعني بتدي الاحساس بان هي واقفه بتعمل في شغل عظيم ونبيل وجميل وقدامك لايف. هي بتعمل الحاجات والاطباق وترص، وهي تفتخر بنفسها هي بتعمل حاجات. ممكن تقول لك ناويين الحكايه اللي ناويها، او غسل لي الطبق الفلاني اغسله، او اقشر الثوم تقشره، او حاجات صغيره كده اقطعها، او مرات بدون فرصه عظيمه يعني كتر خيرهم يقول لك لخبط شويه زي الحركه اللي بيعمل فيها شيف ابراهيم دي. يعني طبيخ طبيخ ما بتعرف، لكن لا مساعدات ظريفه. لا لو بدنا نعمل يعني بقى يعني اذا الظروف يعني حتى ما انك انت تعمل حاجه ممكن يعني يعني مرات ما كل مره ست البيت بتكون موجوده، او ممكن تكون واقفه عليك العينه، او في ايام بتكون راكده في السرير. ف اي نعم في بيجوا ناس ثانيين بيشتغلوا الشغل وكذا، لكن لازم تعمل حاجه، لازم تسوي نعمل حاجه. طيب احنا دكتور خطينا المكونات بتاعتنا والتوابل زي احنا شايفين كلها مع الزيت، بنلفهم مع بعض. نعم. هنضيف عليهم الرز، لكن احنا هنبص تاني على المقادير بتاعة الدجاج المندي ونرجع نكمل مع بعض. جميل. طيب يا دكتور رجعنا شفنا المقادير على الشاشه، واحنا حاليا دلوقتي انا بقلب الرز ثاني بعيد بسرعه. احنا خطينا الزيت وخطينا الفلفل المسخون وخطينا الطماطم الفار منها شديد، الفلفل الاخضر والطماطم لفيناهم مع بعض، وبعد كده خطينا التوابل بتاعتنا، قلنا ممكن نحط الحبهان، القرنفل، الكاري، الكاري شويه الكركم عشان ناخذ اللون الاصفر. ما شاء الله الدكتور مذاكر معانا كويس. يعني ممكن كده اصل المزيج اللي عملناه في البدايه لان هو مختلط بالرز بالظبط كده، كده عليه نظره كده خفيفه كده شوف كده. اتفضل يا دكتور كده شوف اهو ده ممكن اجيب الرز ممكن تتقلب برضه عشان تعرف انه انا يعني زول ما تفتكرش انه يعني كده شوف عارف شايف كيف. طيب وانت بتقلب كده ساعدني برضه. ايوه نعم 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 خط حتى الحركه بتاعتك دي بروفيشنال يعني ما شاء الله عليك. كيف الشوربه بتاعتنا؟ هذه الشوربه بتاعت بنحط دي مرقه بتاعت الدجاج. الدجاج اي احنا سلقنا الفرخه اللي احنا هنعملها وليه عملنا لها يعني مصفى عشان في بصل وفي اعشاب وفي فلفل وفي حاجات بالظبط كده. يا سلام. طيب طبعا الطبق بتاعنا اليوم صحي جدا ومفيد حتى بالنسبه للناس اللي بيعانوا من السكري ممكن يتناولوا منه، لكن بيكون كميه محدده، لكن ما بيتناولوا معاه لا عيش لا مكرونه، الحاجات الثانيه ما بيتناولها معاهم لانه فيه رز. ايوه لانه فيه رز. نعم. كده بيكون اخذ القيمه الغذائيه اللي هو بيحتاج لها من النشويات عموما، لانه احنا لقيناها هنا في الرز، فما بيحتاج انه يتناول حاجات نشويات ثانيه غير تمام. غير ذاك انه هو صحي لانه معمول بالدجاج، وزي ما قلت لكم الدجاج حتى بالنسبه للناس العيانين هو افضل لهم من اللحوم الحمراء تمام. غير كده حتى نسبه الدهون فيه بسيطه جدا، ما عملنا فيه دهن كثير، الزيت بتاعه خفيف
وعملنا زيت نباتي عشان يكون صحي اكتر ويكون خفيف على المعدة. نعم جميل. طب يا دكتور احنا كده حاليا جهزنا الرز، هنبتدي نغطيه بس ياخد غلوة، يعني يغلي شوية كده، يغلي غلوة كده، بعد كده نحطه على نار هادية ونسيبه يستوي مع بعض. نعم. لو الرز استوى مننا طوالي شرب المويه وطلع مستوي كويس خير وبركه. احتاج شويه مويه بنضيف له شويه شوربه. انت بتعرف الرز استوى كيف؟ طيب بيشرب المويه خلاص نشف. ترفع الرز وبشوف التيست. جميل. طيب كمان عندنا اتصال من محمد. مساء الخير عليك يا محمد. مساء النور، كيفك؟ كويس تمام الحمد لله بخير. تفضل. منورين الشاشه. النور نورك. نسلم على الفنان الكبير عم فيصل احمد سعد ممثل. شكرا يا محمد، كيف احوالك؟ رايت فخر للسودان والله. يا سلام، منور الشاشه. الله يبارك فيك يا محمد، ان شاء الله انت كويس. والله تمام الحمد لله. متابعنا من البدايه طبعا. اول ما شفتك من البدايه كده طوالي فتحت التليفون قلت طوالي اسلم عليك. يا سلام عليك. الله يخليك. دينا طرفة من الطرائف تكون متعلقة بالأكل وكذا. طرفة من الطرائف. دينا طرفة من طرائفك مع الأكل. طرف يعني والله يا محمد ما أعرف، لكن الأكل في عنده في حاجات كثيرة يعني شديد. أنا أقول لك طرفة جميلة جدا. نعم. في 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 اليمن في في أكلة كذا بيعملوها اليمنيين اسمها السلتة. شوف رهيب. السلتة دي يعني لحمه كده زي الدمعه كده، لكن بيعملوها بالحلبه. الحلبه هي طعم غالب عليها يعني، فيها مر مراره شديد، لكن هم الاخوه اليمنيين مستمتعين بها جدا، وانا ما يعني ما اعرف حكايتي انا. فعزمونا كده مره كده في زيارتنا اليمن، عزمونا عشان ناكل الحاجه دي، ونحن يعني بحسن نيه طبعا شلت المعلقه ومليتها كبيره كده وخطيت في غشمي، فجاه فوجئت طبعا عشان فيها لحمه يعني، فوجئت بالطعم بتاع الحلبة ومرارة شديدة جدا، لا عرفت ابلعها، لا عرفت اطلعها، لا عرفت اعمل ايش. بس قفلت يدي بخشمي كده ومسحبتها بالراحة لغاية ما تخلصت منها، لكن قدام عرفت انه دي اكلة يعني مفضلة عند اخوة اليمنيين وحاولت اكلها، لكن تاني ما توفرت، لكن الان هي موجودة في الخرطوم يعني، ان شاء الله امشي تاني. طبعا اكلنا دي برضه يمنية عندي، ده اكلة يمنية. بنشكر الاخ محمد على اتصاله، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين تواصلا مع الدكتور فيصل ضيفنا الليله في حلقه السنه. اي نعم. المميزه الاكله الليله برضه يمنيه بمناسبه ذكر اليمن، الدجاج المندي. المندي شوفي كيف الحكايه كيف. تمام. احنا دكتور الفراخ سلقناها، وكثير كلمنا مع الساده المشاهدين على طريقه سلق الفراخ، بنعيدها بسرعه. احنا اول مره بنحط حله فيها ميه بتغلي. اي نعم. بنحط الفراخ ونسحبها ثاني نشيلها بسرعه دي عشان تقتل الزفاره اللي فيه الفراخ. طبعا بعد ما نغسلها بالملح او بالخل دي المره الاولى. دي المره الاولى. بعد كده نحط مويه بارده، نحط البوكيه العطري اللي زي ما قلنا هبهان، ممكن بصل، ممكن فلفل اسود حصى، ممكن قرنفل في المويه البارده. في المويه البارده ونحط قطع الفراخ فيها ونسيبها مع بعضيها تغلي. كده الفراخ هتنزل البهريز بتاعتها، هاخد منها تيست شوربه نظيفه، وفي نفس زي ما احنا شايفين كده اهي شوربه نظيفه، وفي نفس الوقت الفراخ بتاعتي تكون اخذت نار مش كده؟ اتسلقت. نعم. تمام. بعد كده انا بجيب الصلصه، وعندي زبادي دي اللي انا هدهن بيها وش الفراخ بتاعتي. الشبه جاهزه مع الزبادي، مع الزبادي علشان ندخلها الفرن شويه اهو بالشكل ده. الزبادي لونه اتغير كده عشان الصلصه. عشان الصلصه. اي اهو دي شويه ثاني، دي بتديني الوش الاحمر بتاع الفراخ. بتاع الفراخ. اي. في نفس الوقت هناك عندنا اللي احنا خطينا شرايح الدجاج في مع الرز. مع الرز بالظبط كده. اهو. بس الوصفه كويس؟ هتعمل لنا مندي هترسله لنا ولا هتعمل؟ والله انا شوف كده بعد اهو شوف هذا هو ده اللي احنا هسه كده بندهن القطع بتاعت الفراخ. هي طبعا احنا ممكن نقلبها نتبلها كلها بيها، نقلبها فيها كلها. او ندهنها زي ما احنا شايفين كده. دي لوحدها هسه بالظبط كده طلعناها من الشوربه بتاعتها. ايوه. تفتكر الحاجه اللي انت بتدهنها دي في البيوت موجوده ولا في بديل ليها؟ لا ممكن عادي جدا بالملعقه. بالملعقه ممكن؟ ممكن عادي جدا بالملعقه اهي، ما الا الفرشه دي يعني. لكن دلوقتي ما شاء الله كل البيوت فيها كل المعدات الاساسيه. ما هقول الحاجات البديله يعني نزول. اي ما هقول الكماليات. حاليا يا دكتور قال لك انه ممكن تعملها كلها مع بعض يعني، ممكن تدخلها كلها في الصوص وتطلعها.
بدل ما تدهن. يعني ممكن عادي جدا نحط الصوص كله، يعني دخل الفراخ اقلبها كلها في الصوص وبعد كده نحطها في الصينيه. لكن كده احسن. اي كده احسن برضه، بنوزع على كل الفراخ وفي نفس الوقت احنا ما دايرين بهدل المكان حواليه. ليه شوف الحاجه دي كده كيف جميله. تمام. انا هعمل مندي المره الجايه. خلاص احنا منتظرين الصوره بتاعت المندي ده. وعد منك صوره يعني فيديو ولا صور سايق؟ لا ممكن صوره اذا انت حابب فيديو كمان ما مشكله. طيب. دي رشة بابريكا. عملت لها بابريكا. رشة بابريكا من فوق اهي. شفت بابريكا؟ بابريكا اللي هو الفلفل الحلو الاحمر. الفلفل الحلو. حلو ما حار. ما حار. تمام. ما فيه شطه. تمام كده. نديها شوية زيت بسيطة. بسيط. اهو. كده احنا كده بتاعتنا ده. احنا كده جهزنا الرز وجهزنا الفراخ. دبش الفرن. دبش الفرن. خلاص كده العملية زي ما انت شفت سهلة جدا وما بتحتاج أي تعقيدات. كده احنا طبق المندي بتاعنا جاهز. جهزنا الرز بتاعه وجهزنا الدجاج دخلناها الفرن. الفراخ تستوي، الرز يستوي، بنحطهم مع بعض، بنحط لهم شوية مكسرات. في طبعا هنا في السودان ما بيحبوا المكسرات كثيرة مع الرز، لكن احنا بنحاول برضو نجيب الحاجة زي ما ناسهم بيعملوها. بعد كده الزول ممكن يشيل الإضافات اللي هي ما بتلزمه. تمام. بكده احنا نكون انتهينا من الطبق الاولاني، طبق المندي مع الرز. ننتقل للطبق الثاني بناء على طلب الدكتور فيصل، السمك المحمر المقلي. نمشي نشوف المقادير ونرجع نشتغل مع بعض. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين مع الحلقة المميزة مع الدكتور فيصل. دكتور أنت عندك اسم شهرة؟ الله يكون لك نظر يعني. لا لا يعني أنا بسأل يعني مجرد سؤال يعني. يعني أي زول فينا عنده اسم شهرة صح؟ يحلو للناس كذا إنه الشخصيات اللي أنت بتمثلها يقوم ينادوك بها في الشارع. تمام. في بيقول كبسور. في اللي بيقول وين يا عصام احباط. كان عندي شخصيه اسمه زول اسمه عصام احباط. طب انت يعني انت احب اسم لك كبسور. كبسور ماشي. اي نعم. كبسور دي معناها شنو؟ اسم. اها اسم مجرد اسم يعني. اي مجرد اسم بس يعني زول اسمه كبسور. زول مزعج، زول لايوق. ايه لايوق دي؟ تمام. ده اسم كبسور. اي نعم. احنا الليله بنعمل السمك. انت السمك المتصل من شويه قال لك الحاجات اللي هي الطرائف. اي نعم. الاكل لازم يكون فيه طرائف. نعم. السمك انت بما انك طلبته يبقى بتحبه. اه. حصل لك موقف طريف مع السمك؟ السمك طبعا هو يعني انا بالنسبه لي حاجه جميله جدا واحبه جدا، وكمان بعرف اسماءه يعني. ما كنت لغايه قريب ما كنت بعرف انه وين البياض، وين العجل، وين البلطي، وين القرقور، وين الشلبايه، وين الحاجات دي. تمام. فبنعرفها يعني كذا. لكن السمك اللي جايبينه انتوا ديفليه يعني منزوع منه العظام وكذا. ف يعني مره كذا يعني احنا كنا يعني كنا طلبه احنا، والسمك كان رخيص يعني مش رخيص. ايام انا كنت طالب في الكليه يعني كنت تقول تدي زول 5 جنيه تقول لي جيب. الكلام ده في الثمانينات يعني. جيب السمك ده مبلغ كبير يعني. احنا طلبه ما كنا بنقدر نشتري. سنة. في زول في بانت احنا كنا داخلين هناك يعني بتاع سمك مشهور جدا في المنطقه دي في سوق بانت الصغير اسمه الشيخ الله يرحمه ويحسن اليه. عارفنا احنا طلبه. واي قروش بنديه لهم شيل من هنا. يعني بيجي مثلا بندي 2 جنيه او جنيه يقول انتوا طلبه بتتخرجوا بعدين. شو انا طلبه موسيقى ودراما يقول لنا أيوه. عارفكم طلبه وتتخرجوا بعدين تبقوا دكاتره وتبقوا حاجه تنسونا بعدين يدينا زمك ب 2 جنيه. يجي زول
عربية كده وحاجات حلوة كده بخمسة جنيه يديه قدر حقنا. فقلنا له يا عم الشيخ ايه ده يعني انت ليه بتعمل كده؟ قال لي وانا ما الحقكم ده انا اخليه وين يعني؟ بنشيل السمك ونستمتع بيه يعني اكلنا سمك كثير جدا جدا يعني بلا مقابل كده تذكر يعني. عشان كده بقت في اننا معه طرايف كل مرات نلقاه كل مرات ما نلقاه. بس حاليا بتتناولوا طوالي يعني خليه حاجه ثابته عندكم في البيت كل يوم؟ هو يفترض يكون كده والله يعني احنا قاعدين نحبه لكن ما بقدر القى فرصه عشان امشي اجيبه من المورد ده يعني ما بلقى زي مرات محتاج انتهي من الشغل اخيره الساعه 5 و6 بكون ماشيين على البيت بكون دارين نحصل يعني. ايوه لكن ناس البيت دائما زعلانين مني وهنا بعتذر لهم اعتذار عميق من القلب وكذا اقول لهم انه يعني ان شاء الله اني احافظ على السمك على الاقل في الاسبوع مره. ايوه مهم مش كده سمك مهم لك. انا حوريك الاهميه بتاعته والفائده بتاعته بس بعد ما نستقبل اتصال من ام محمد. مساء الخير عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتوره اهلا بك. الله يخليها دكتوره. اتفضلي سامعينك يا ام محمد. الله يرحب بالاستاذ الدكتور فيصل. والله نحن معجبين ببرنامج ده جديد يعني لكن ما غادي يعني يخش معانا التليفون حقكم ده. احنا الليله سعيدين طبعا احنا حظنا سعيد جدا ان احنا سمعنا صوتكم. ابراهيم اهلا وسهلا بكم. محمد الله يخليك. يلا بس عندي ملاحظه صغيره يا دكتوره لو سمحتي. بس الكتابه حقت المغادير دي شويه كده صغار يعني. تمام ان شاء الله حنحاول يعني تغير كده ان شاء الله. نزل الشيخ ابراهيم. تفضل يا ام محمد. ملينا على الفطيره الحلوه مغاديره جدا. حاضر ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا بنحاول على قدر ما نقدر في كل الحلقات ان احنا نلبي كل طلبات الساده المشاهدين. الليله برضو من ضمن الحاجات اللي طلبت كتير جدا واحنا اتاخرنا في تلبيه الطلب اللي هي السينمون رولز. النهارده ان شاء الله هنعمله مع بعض وبرضو هنعمل الفطيره الحلوه على بناء على طلب ام محمد باذن الله. شكرا لك كتير ام محمد على الاتصال. طب دكتور احنا بنتبل السمك. السمك كل ما يكون فريش يكون التتبيل بتاعه بسيط ما كتر التوابل. التوابل عشان اول حاجه طعم السمك يظهر وفي نفس الوقت ما بيحتاج ان انا اداري عليه. معلش اللي بيداري على السمك توابل كتير يكون سمك مخزن او الريحه بتاعته شويه فيها مشكله. لكن طول ما السمك فريش بيحتاج توابل بسيطه جدا. انا عندي زي ما انت شايف كده حطيت الملح والفلفل والشمار. ده طبعا الشمار اساسي جدا مع السمك. مع السمك ايوه. وبعد كده بديله عصير ليمون. انا القطع بتاعتي كبيره شويه انا فتحتها زي ما انت شفت كده نصين زي سندوتش مالي الاخر عشان ما تاخد زمن كتير في الزيت اهو. طبعا السمك عنده فوائد كثيره شديده. نعم. يعني بيحتوي على الحديد بيحتوي على الزنك فيه بروتينات. نسبه الدهون فيه بسيطه جدا بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ممكن يتناول اللحوم البيضاء عموما لانه بتكون صحية أكثر. فالسمك يعتبر صحي يمكن أكثر من الفراخ ذاته بالنسبة للناس العيانة يعني عندهم مرض أو كده. تمام. فنحن هسه حاليا لو لاحظت أنه السمك اتعمل معاه ليمون. ليه عملنا مع السمك ليمون؟ لأنه السمك بيحتوي على الحديد. تمام. والليمون فيه فيتامين سي. فيتامين سي مع الحديد بيساعد على الامتصاص في داخل الجسم عكسي تماما لما نزول يشرب شاي بعد الأكل يقول لك ما تشرب شاي خالص. السبب شنو؟ انه الشاي الاحمر بيساعد انه يمنع الحديد انه يحصل له امتصاص في الجسم عكس فيتامين سي. فاحنا ممكن نقول لهذول انه بعد الوجبه ممكن تتناول عصير الليمون لانه بيساعدك على امتصاص الحديد. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله بتاعت انيميا او نقص حديد او كده عموما. يا سلام ده كلام جميل. تمام. اي نعم. طيب يا دكتور احنا المفروض دلوقتي نطلع فاصل. ممكن تطلعنا الفاصل ده ويعني فريقك انت الخاص يعني نخليهم كده انهم يكونوا في انتظارنا لغايه ما السمك شرب سمتهم. نحن نطلع فاصل قصير وجميل ونخلي فرصه للسمك انه يكون جاهز عشان تشوفوه. جديد ونحن مشينا كبير في الفاصل وخلينا الشيف ابراهيم بيعمل في السمك والان هو يعني بيحمر في السمك وتبر الجزء منه. نعم. احنا جبنا تبلنا السمك كله والسمك طبعا من اللحوم البيضاء اللي ما بتحتاج
انها تقعد في التتبيله كتير. يعني زي ما قلت ما بتحتاج تتبيله كتير اساسا. لو السمك كل ما السمك يكون فريش كل ما يكون شويه الملح وشويه الشمار كفايه جدا. في ناس بيحبوا يحطوا ثوم مفروم لو دايرين يحطوا برضه ما في مشكله. اي نعم. انت بتحب الثوم يا دكتور ولا شديد خالص؟ اي نعم. طيب انا بزيد لك شويه ثوم في ثوم بسيطه بتزيد بالله في الثوم عليك الله يرحمه. تمام جدا حاضر. اي نعم. طيب و ثوم كيف معك؟ روعه. بتكره البصل برضه الثوم برضه؟ لا روعه. لا ما عندي مشكله. لا ثوم انا مشكله غريبه. بتحب برضه البيض مع السمك ولا دقيق بس؟ الدقيق احسن. دقيق شوي. تمام. لان احنا برضه خاطين في المقادير ممكن عالي جدا السمك بيتقلب فيه الدقيق وبعد كده يتقلب فيه سوري يتقلب فيه البيض وبعد كده فيه يعني خيارين انا عايز تحط البيض ده انا دلوقتي عملته بالدقيق بس. اي نعم كويس. انا الدقيق ده علشان بياخد الصدمه بتاعت الزيت السخن. اي نعم. يعني لما تيجي تحط السمك على طول كده من غير الدقيق من غير ما تعفر في الدقيق هتلاقي الوجه الخارجي بتاع السمك نشف من السخونيه بتاعت الزيت. الدقيق ده اول ما تيجي تحط السمك في الزيت على طول بياخد الصدمه بتاعت السخونيه بتاعت الزيت فتلاقي السمك يطلع طري معاك. اي يطلع ما بينشف معاك. اوكي طب يا دكتور معلش نستزيد ازيد عشان ما يصل للصينيه. ايوه طب ما شاء الله يعني متعاون جدا وحاب الفكره بتاعت المطبخ ما شاء الله. اه دكتور حصل حمرت حاجه قبل كده ولا ما حصل حاجه؟ غير العيون يعني برد بحمر بس حمرت. اي نعم مره حمرت بطاطس يعني بحمر البطاطس كده وممكن عندي استعداد انه احمر السمك او احمر اي حاجه ثانيه. ما بتحرق يعني او اللحمه؟ لا ما بحرق. تمام طالما يدك في يعني في المكسوسه زي دي ويدك فيها كده وانت متابع ما بتحرق حاجه. لكن تخلي الحاجه كده وتمشي تحوم في البيت عشان تعمل تلقى حريق. حريق دي موضوع المره اللي بتحرق الاكل دي تمام. ها ترك مره تمام تمام كيف هي بتحرق الاكل؟ يعني في نسوان يعني يخلوا الاكل يحرق دي مشكله مشكله زمن. وفي واحدين بيخلوا اللبن يفور يعني ويتدفق. طبعا انت كم مره فارمينك في البوتاجاز؟ لا الحمد لله بنتظر. تنتظريهم؟ طبعا في ناس يعني بيخشوا النسوان اللي بيفور منهم اللبن ديل بيخشوا هنا ويخشوا هنا كورك بجاي ده صاحبي هنا يمشي بيقول لهم فار وتكشح في البوتاجاز. ايوه يا عين عليها. طيب يا دكتور واحنا بنجهز فيه السمك كده ممكن نجهز الطبق بتاعه يا دكتور الطبق المربع ده. طيب بما انه جات السيره بتاعت اللبن طيب انت بتشرب اللبن مع الحليب مع السمك ولا لا 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 سمك لبن تمر هندي مش بيقولوا كده؟ هو في مقوله بتقول انه يعني الزول اللي بياكل السمك ما يشرب اللبن لكن الكلام ده صحيح؟ لا ما صحيح. طب انا عايزك من الليل عادي تاكل السمك وتشرب معاه الحليب عادي زي انت ما عندك حساسيه مع الحليب. ما عندي مشكله مع الحليب. طيب الحليب يعني بشربه انا لكن طيب بمقدار بسيط يعني ما كثير. انا بميل لمن البودره. طيب دي مشكلة. أفضل إنك تتناول الحليب لأنه بنسبة الكالسيوم فيه عالية. كالسيوم؟ الحمد لله برضه يعني أهو خايف. طيب الناس اللي بيقولوا إنه الحليب مع السمك ما ينفع أو بيعمل تسمم دي معلومة خاطئة. دي من العادات أو المعتقدات اللي هي انتشرت على مر السنين وهي في الأصل معلومة غير صحيحة. يعني يمكن الحزول اللي حصلت معه الحالية الناس أصلا عندهم حساسية يا إما من النوع ده بالضبط من السمك أو عندهم مشكلة مع الحليب عشان كده حصلت معهم المشكلة دي. لكن عموما السمك مع الحليب بيعتبر صحي جدا وآمن وما فيه أي مشكلة بالنسبة للناس اللي ما عندهم حساسية لا من السمك لا من الحليب. آه كويس معلومة كويسة يعني ما فيش مشكلة. طيب يا دكتور آه. إحنا مجهزين كده ديكور بسيط. أنا عارفك أنت زول زواق وفي نفس الوقت بتحب أنت عايز تعمل الوردة. ايوه تعملها؟ لا خليك تعملها انت انا احسن انا عايل لك يا احمد. طيب كويس. انا جربتها قبل كده كتير دي الورده. اها ايه الورده عملتي الورده؟ كده؟ لا روعة عملت معانا حاجات كثيره جدا لكن للاسف طبعا كلها ما نجحت يعني ما نجحت معلش هو الانسان يعني يلا انا عايز اقول حاجه. طبعا شيف ابراهيم دائما بيظلمني بيقول ان انا ما بعمل الحاجه او انا ما بعرف اعمل الحاجه هو خايف اكون انا الحوار الغلب شيخه صراحه كده انا ماشيه في الطريق. انت مظلومه؟ انا مظلومه سي ما شفت انا بساعده هو قال طيب شوف الورده شوف الورده دي يعني احنا لفينا الطماطمايه بالعكس بس يعني قشرناها ونحرص ان احنا ما نقطعها واحنا بنقشر فيها عشان ما تفصل مننا وفي الاخر بنلفها نرجع تاني
نعكس الايه ونرجع نلفها بشكل هاي بالاخر تدينا شكل ورده ما فيها يعني غلبه كثير يعني سهله وبسيطه. فاحنا كده جهزنا الطبق بتاعنا ونحط شويه الليمون. في عندنا اشكال كثيره دكتور ممكن نطلعها من الليمون. هنطلع اول شكل من دوم منهم سهل برضو بسيط برضو بنفس الطريقه بتاعت الطماطمايه. لا لا دي كده اهي قطعناها نصين ليمونه. اي ليمون ممكن الليمونه الصغير ممكن الليمون ده. ايه دي ليمونه؟ ده ليمون ايطالي. ايطالي؟ اي قريب من البرتقال صح؟ اي انا قالي برتقال هسه. اي ليمون ايطالي عملناهم بالعكس بعض كده ولفيناهم كده. ايه ده؟ اهو تمام انت بتعملها واضحه شي ابراهيم عشان يشوفوها يعني بالراحه. شايف اهو اهو شايل بسكين كده كده ماشي طوالي كده وقفته وقف برجع بالعكس بالعكس برضو تاني. ايوه اخذ شريحه ايوه برضو وعملها وقفت يلا يعكسهم الاثنين وعكسهم ايه ده بس تديك شكل زي ده تمام ممكن نوزعه ده تزويق لا زي تزويق لا وفي نفس الوقت طبعا الليمون مع السمك مع السمك ممكن لسه يعني. متكلمين عليه من شويه ضروري فكده كده هنحتاجه اي نعم. طيب عندنا اتصال ثاني من سحر من الابيض. مساء الخير عليك يا سحر. الله يسلمك كيفك كيفي كويسه الحمد لله اتفضل يا سحر سامعني العافية. اول شيء برحب بك يا دكتوره برحب بشيف محمد وبرحب بضيفكم دكتور فيصل واللي ان شاء الله الاكل بتاعكم غرامي كده شكله. اهلا وسهلا بك يا سلام عليك يا سحر انت من الابيض من الابيض اهي الابيض الجميله جميلة والاجواء خريفيه وممتعه يا سلام ودايره بلدياتك مش كده اي نعم دايره بلدياتك طبعا دكتور فيصل احنا بنعرف السلام المشاهدين دكتور فيصل من الابيض طبعا اكيد عارفين طبعا لكن احنا برضو اللي ما عارف يعرف ان انت من الابيض وانا متصل من الابيض بالصدفه فوجه التحيه للناس الابيض طبعا من عبر برنامج داك الخاصه اتفضل يا دكتور. طيب يا سحر مشت لا معانا انت ايه يعني معاك معاك يا دكتور. اي طيب هو شفتي السمك والحاجات الجميله الليله شفتي السمك ها يلا بس تنقل لنا التجربه دي كده طوالي كده للناس عشان يعملوها حلو ونستمتع بها يعني في الابيض. تسلم ونعزمك على احتفالاتك في الخريف الجاي في الابيض ان شاء الله. يا سلام عليك شكرا لك بالهنا ان شاء الله. تسلم كثير يديك العافيه. طبعا احنا بنديك مساحه دكتور توجه تحيه لكل ناس الابيض عبر برنامج نكهه خاصه. اي مرحبا انا يعني من هذا المنبر وعلى فضائيه السودانيه 24 نكهه خاصه اليوم انا ازف التحيه جميله وعطره بالاجواء الخريفيه الحلوه في مدينه الابيض. احييهم واهلي وعشرتي واصدقائي وزملائي كلهم هناك اقول لهم تحيه حلوه واستمتعوا معنا الليله في هذا السبت الحلقه المميزه وكل يوم في الفضائيه السودانيه 24. انا اتمنى لكم الليله يعني اكل جميل الدجاج المندي الكبير عملناها والان السمك الحلو وبعد شويه هنعمل حاجات وتحليه خليكم معنا ناس البيض اهديكم كل هذا الطعام الجميل اليوم وكلكم تحيه من دكتور فيصل لكل ناس البيض واحنا كمان بنحيي ناس البيض وكل ربوع السودان من خلال برنامج نكهة خاصة. دكتور دايما بسال السؤال ده لاي زول بيشتغل في الكوميديا دايما زول الكوميديا بيكون يعني بني ادم انسان زيه زي اي زول عنده مشاعره ممكن يتضايق ممكن يزعل ممكن يناي لكن شغله بتطلب منه لازم يكون ظريف. المواقف دي جاتك حصلت لك قبل كده ان انت مثلا بيكون في حاله يعني ما لا حاله لا تسمح بينك تكون بالزبط. لكن لازم ده شغلك ولازم لازم لازم يعني تعمل. الفنان عموما ما هو زول بيمارس حياته زيه زي اي زول يعني ماشي الناس اللي بيقابلوك في الطرقات او في الاماكن العامه او في اي مكان دارينك في نفس الوقت تكون انت بنفس الشيء بنفس المقدار ايوه يسلم عليك تسلم عليه شديد خالص اذا قلت له بعبارات مغتضبه كده يقول انت زول مغرور مغرور وقردم كده وحاجات زي دي فانت بتعمل قصاره جهدك انك كل زول ترد له تحيه باحسن منها واجمل منها وانا يعني نصيحه لكل زملائي انه لازم نحترم مشاهدينا كلهم وكده لكن مرات تكون في حاجات كده صعبه شديد يعني يعني زول يلاقيك في المستشفى وانت مركب لك دريب يقول لك يا سلام استاذ عليك انا نكته يا اخي نكته مع الدريب يعني برضو عند واحد من زملائنا والله العظيم دي حكى لي فزعته يعني والده توفي عليه رحمه الله هو نازل عشان يجيب العربيه عشان ينقل الجثمان للبيت لقى زول في السلم مسكه قال لي تقول لي نكته ايه اللي تقول لي نكته شوف ابوه متوفي يعني الفنان مرات يتجاوز هذه السياجات وينزل بناء على رغبه الجمهور وكذا وينزل لهم ويقول لهم لانهم هم الرصيد حقنا الحقيقي لكن
يعني مرات تكون صعبه، لكن انا افتكر انه في كل ظروف الفنان يكون شنو اريحي وتلقائي يا شيف ابراهيم. بالضبط كده. اي نعم. طيب احنا عايزينك تقول لنا نقطه. ها عايزينك تقول لنا نقطه. ليه بس انت قلت لي انا ابو نكته؟ عشان احنا حابين نسمع منك. لكن انا ما انا معروف انت. لا انت ما معروف بالنكات. لكن انت يعني احنا عايزين نسمع منك انت نقطه حصلت معاك مثلا، او حاجه نقطه انت محببه لقلبك. لا انا مش انا اقول لك حاجه حصلت معي انا يعني. باسم كبسور يا شيف ابراهيم القبيله. الاسم ده انتشر في السودان كبسور. فانا مره راكب في عربيه كده قدام قاعد كده منتظر يعني كده يجي الناس كده يجي زول يركب وانا امشي. ففي زول كده من بعيد قاعد يعيل لي كده حمر لي حمير الجبيل قلت لك يعني حمير عديل كده. يا اخوانا كنت زول ده ما اعرف سري زول ده ما يعني. وجاني قريب قال لي السلام عليكم بصوت كده غاضب يعني ترى عليكم السلام باريحيه وبابتسامه كده وشي. قال لي استاذ انت كبسور مش كده؟ قلت له نعم انا كبسور. قال لي يا اخي انت بوظت لي حياتي وبوظت لي اسمي يا اخي. كيف الكلام ده؟ قال لي اسم كبسور ده انا اسمي الحقيقي كبسور. اي زول انا اقول لي اسمي كبسور يضحك فيني يا اخي. ليه يا اخي؟ وغضبان حقيقي وزعلان. قلت له لا معليش يعني ده ما اسم بتاع دراما يعني مش شيء. قال لي بلا دراما بلا ما دراما. جاد يعني. جاد. قال لي انت بوظت اسمي. انت لو ما انت كان عملت الشخصيه دي انا ما اي زول اقول انا اسمي فلان الفلاني كبسور يضحك فيني. ليه؟ ومشى طوالي وانا بعليه لغايه ما اختفى. صراحة يعني فعلا اتخطى موقف. اي نعم. لا يحسد عليه. أي نعم. يعني الاسم ذاته بيجي مصدر بتاع الشخصية ساخر. اي نعم يعني, يعني في ناس اسمهم كبسور. أيوة. يعني الان في زول اسمه كبسور يعني. أيوة. يعني كم ممكن كبسور ما يكون اسمه كبسور؟ كم يكون اسمه مثلا حسن؟ كم ممكن يكون اسمه ابراهيم او ابراهيم؟ ايوه مش كده؟ كم ممكن يكون اسم مختلف او اسم يعني عنده شكل؟ أيوة ابراهيم دي في هنا مقولة في السودان في حاجة اسمها ابو خليل. في مين؟ ابو خليل. اه معلوم بسموه ابو خليل ابراهيم. لا لما بيجي زول مثلا نظام يجي داخل كده يقول لك ابو خليل جاء داخل علينا. اي نعم صح. زي مصطفى. مصطفى مصطفى كنت تيجي فجاه يقول لك درش. زي كدرش درش. لا لكن ابو خليل دي يعني مطرب او فنان كان واحد كده غاوي العود طوال يمسك العود يغني اسمه ابو خليل يعني. في واحد كده بغني اسمه ابو خليل. فاتاخدت يعني في الاوساط. انت رايك بالمصري ممكن يقولوا عليك ابو خليل؟ ما ابراهيم ابو خليل. انت ابو خليل. ايوه الو تيمنا بابراهيم الخليل. ايوه رمضان ابو صيام. مصطفى درش زي ما انت قلت دلوقتي. اي نعم. فكان اي زول بيجي داخل كده نظام الناس بيحذروا بعضهم يقول لك ابو خليل جي داخل. ابو خليل بصراحة عامل حساب البنات ما عندهم حاجز. بالضبط يعني ما فيش حاجز. لا ما في حاجز. احنا بنات ظريفات يعني ما عندنا القاب حاجات جارحه كده ما عندنا. لا والله في يعني مثلا احنا الاسم ابراهيم بيقول ابو خليل الاسم مصطفى بيقول لي درش اول اسماء اللي ده. لكن البنات برضو عندهم اسماء كده اذا خشت واحده كده قال لك هي كنا اسمها معروف يقول لها اوه العزه جات العز اهو كده هي كنا اسمها ما العزه يقول لك اهلا يا عزة. في ايوه في فعلا بيكون حاطين اسم يعني عام لكن اسم ظريف يعني ما بكون المهم انا كلمتك يعني ايوه عشان ما تدخلوا لنا في الساحه يعني كده تمام. اي نعم. اخبار طلعت المندي كيف؟ الفراخ ايه؟ اهو خلاص اخذت اللون الجميل. ايوه سيبها كده تبرد لغايه ما الرز بتاعنا كمان يجهز بنجهز فيه السمك. السمك ماشي كويس. ماشي كويس. ايوه انت دكتور حصلت معاك قبل كده موقف محرج جدا في موضوع الاكل ده يعني مثلا تطوعت تخش تعمل اكله او حاولت تساعد ناس البيت والموضوع شويه خرب منك ولا؟ لا مره كنا نحن في فرقه الاصدقاء ماشيين بورسودان كان عندنا عمل عشان نشتغل مسرحيه المهرج في بورسودان. بعدين الاكل بيجيبوا الناس الحاجات كان ما ممكن يجيب طباخ وكذا لازم قسمونا لمجموعات قالوا كل مجموعه تعمل انت بتعرف ما بتعرف تعمل لنا اكل. ثلاثه اربعه كده يتلموا سوا فتلمينا انا ومحمد المهدي ومعانا واحد ثاني اثنين ثلاثه كده قالوا لنا انتوا جابوا لنا اللحمه وجابوا البصل وجابوا الحاجات كلها خطرنا ومشوا. المهم يعني كات كده الساعه 4 جاوا يقول اللحمه بتنطط كده في الحلاقه كده اللي قدرنا عليه يعني. هم قعدتوها كيف اللحمه دي؟ والله ربي يقوي رب الخير وانا احنا جبنا اللحمه قطعناها كده وعملناها مش العزاب عندهم حاجه اسمها القطر قام. ايوه عملنا القطر قام وللاسف الشديد القطر ما قام ما تحرك شديد ما تحرك في محله بياكلوا طبعا مضطرين ياكلوا الحاجه اللي احنا عملناها هم بياكلوا وبنبزوا فينا يعني ما عندنا مشكله يعني كان السمك ده يا دكتوره روعه نحن في الابيض ناس الابيض في مشكله في يعني ناس مثلا في الغده الغده جرافيه ايوه اه
ايوه البيتكوين طبعا انا فهمت قصدك انك تسال من الغده اذا كانت خامله، هنا بيحتاج لنسبه من الايودين. ايوه الايودين طبعا هي بتكون متوفره في السمك، حتى في انواع كده من الاملاح مخطوط فيها الملح ده، الملح الميودن. ايوه تمام، فاحنا ممكن ندي لهم مع الوجبات بتاعتهم او حتى السمك نخلي لهم مرتين لثلاث مرات في الاسبوع عشان نساعد في نظبط ان الغده بتاعته تكون مظبوطه الهرمونات بتاعته. عشان كده كنت جاي مثلا مريض للمستشفى هنا في الخرطوم، زي لو كنت جاي من وين؟ عشان قلت له انا من الغريب، لانه في الغريب كميه السمك ما كبيره. ايوه يعرف ان الغده الدرقيه بتاعتك خامله. ايوه محتاجه لنشاط كده. لكن ده كان زمان، الوبيده الان مليئه بالاسماك الجميله والحاجات الحلوه بتجي سريع. ما في زول من الوبيده عنده غدة في الشيف ابراهيم غده درقيه خامله. اها بياكل سمك فريش طبعا. ايوه بيجي. ايوه طبعا غير كده انه السمك بيحتوي على الاوميجا 3 اللي هي بتساعد أوميجا 3. على ايوه تنشيط الزيوت. ايوه بتساعد على تنشيط الذاكره، حتى الناس اللي عندهم شويه بتاعه نسيان برضو الاوميجا 3 بيساعدهم. زهايمر؟ الزهايمر برضو لو اخذ كميه من الاوميجا 3 كميه، لكن ما تكون كميه كبيره طبعا على حسب الحاجه اللي بوصفها لك الدكتور بتاعك، لانه طبعا الاوميجا 3 لو اتاخذت زياده عن الحد تنقلب ضدها. طب يعني بدل ما هي تساعدني في انه انا اقدر اتذكر اقوي الذاكره تحت ممكن تضيف لي الذاكره. احنا لازم ايوه فاحنا لازم شنو ناخذ الكميه المناسبه اللي بيوصفها لك الطبيب بتاعك. اوميجا 3 شو اللي يعني سمك فيه حاجات جميله كيف يعني؟ ايوه حاجاته كلها جميله سمك. اذا مشيت سوق المورد مشيت سوق المورد ده؟ لا هل السمك؟ لا يعني اسماك كثيره واسماء السمك يعني اسماء السمك الزول المفروض يعرفها انه يا تول بتقطع شرايح، يا تول بتحمر، يا تول بتعمل كذا، ولا بتعمل شوربه، يا تول كذا، فحاجه جميله. طب انا حمشيه وان شاء الله مره ثانيه حوريك انه انا مشيت وحافظ الاسماء. اسماء الاسماء شوف يا شيف ابراهيم شهاده عربيه ما شهاده عربيه شكلها كذا. طيب قبل ما نخش في الحوار ده نستقبل اتصال نقول مساء الخير معزه. الو كيفك يا معزه؟ مساء الخير عليك. مساء النور كيف دكتورة روعة؟ بخير الحمد لله، كيف انت كويسة؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله. كيف الدكتور ابراهيم شيف ابراهيم؟ اهلا وسهلا بك، الله يخليك يا معزة، كيف امورك؟ بخير والله الحمد لله. الله يخليك. الله برنامج يوم سمك. الله يخليك، الله يكرمك يا معزة. وبحيي الدكتور فيصل برضه. مرحبا يا معزة. كيف بخير؟ بخير الله يبارك، ان شاء الله انت طيبة. بخير والله الحمد لله. شامل ريحة الأكل بتاعنا؟ ايوه طبعا لكن سمك جديد شام ريحه السمك وهو كده وريحه الدجاج والحاجات الحلوه. اي ما شاء الله سمك جديد يعني احنا متابعين البرنامج ده من زمان من بدري يعني استفدنا منه حاجات كثيره. يا سلام عليك. خليك الله يبارك فيك. بعد شوي ممكن تتفضلي معانا يعني. لو قريبه تفضلي يا معزه طوال والله. يا معزه. مشت معزه. مشت معزه. معزه سعدنا باتصالك علينا، شكرا لك. طيب يا دكتور احنا كده الحمد لله خلصنا المندي، هنبتدي نعمل ممكن الدكتور الطبق اللي هناك. المندي خلاص خلصت طبق الرز جاهز والدجاج جاهز بالظبط كده. انا بس هعمل حاجه بسيطه جدا. احط قطعه بتاع زبده بسيطه. نعم تطوى هنا علشان زي ما قلت لك انا المندي بيطلع معاه المكسرات، ممكن يطلع معاه الصنوبر، ممكن يطلع معاه السوداني سمح جدا بالمناسبه مع المندي، ممكن يطلع معاه الزبيب على الوش مع شويه بقدونس مفروم بيطلع لنا كده طبق المندي بيكون جاهز. حمر بس اخر قطعه سمك. دي اخر قطعه سمك خلاص. اي ندخل بس الفرن كده ننشف. انا بدخل الفرن بحب ادخل الفرن بعد الجلي كده عشان لو في زيت او كده الفرن بينشف. هو هيخضر الزيت دخل الفرن شويه كده صغيرين اهي شويه. تمام لو تكرمت يا دكتور الطبق بتاع المندي. طبق المندي اوكي. ده طبق المندي. ايوه السحانه دي متوفره في البيوت؟ والله طبعا بتكون متوفره لكن باشكال ثانيه. يعني طبعا اي ست بيت وزوجها هي في عدتها، طبعا اي واحده بتشتري العده على حسب الحاجه اللي هي حاباها. اي نعم. طيب يا دكتور ممكن تحكي لنا شويه عن متاعب وظهورك فيها؟ برنامج متاعب برنامج عملته فرقة الأصدقاء المسرحية، وبرنامج بدأ من بدري يعني وكان بيجي كل يوم خميس في تلفزيون السودان وكل الناس كانت بتنتظره، وده البرنامج ظهرت فيه شخصية كبسورو وبعضها الشخصيات الأخرى. أيوة. هاي. فبرنامج درامي جميل جدا امتد لفترة طويلة جدا وكان موجود لغاية رمضان قبل الفات، عملنا حلقات في تلفزيون السودان. رمضان ده ما قدرنا نشغل حلقات كذا لظروف متعلقة بالإنتاج.
نتمنى انه برنامج متابع يعود ثاني ويعني بشكل افضل، والحلقات الجميله كان الناس بيشاهدوها. الحلقات طبعا جميله شديده. قبل فتره انا فاتحه الفيسبوك لقيت واحد منزل حلقه من متاعب، قال تتذكروا الايام الجميله دي. يا سلام، كانت يا سلام. ايام جميله فعلا، هاي كانت ايام جميله جدا. وللجيل مثلا ما حضر ما شاف الحاجات دي على الهواء مباشره، اقصد او هي مسجله متاح له الان، لان مسجل يشوف الان يشوف زمان الناس كانت بتشتغل كيف، وما تفوت حاجه يعني. ايوه فعلا. طبعا متاعب سلسله جميله جدا، كلنا كنا بنتابعها، وكانت يعني بجد فيها حلقات الزول ما بيقدر ينساها، حتى لو كنا صغار شديد بتلقى في شخصيات انت ما بتقدر تنسى. اي نعم صحيح. كنت صغار شديد انتو؟ لا يعني صغار. صغار شديد جدا. طيب انت اذا شافك يا شيف ابراهيم عملت الزبده اخر حاجه. احنا كده جهزنا الصحن بتاعنا زي ما قلنا، هندي على طبق المندي بتاعنا. ايوه فوق حطيت الزبده. ايوه السوداني الرز تحت، الرز تحت والدجاج فوق بعد ما مرق من الفرن. الدجاج فوق منه، قلت زي ما الزبيب والفول السوداني. زبيب والمكسرات يعني. دي طبعا دي حاجه اختياريه، عشان برضه في ناس ما بتحب الطعم المسكر المكسرات مع الرز. يعني لغايه كده انا ممكن اشتغل عادي المندي، ممكن اكل مشكله. بالظبط كده. طيب انت عملت الان الزبده بالفول السوداني ومع الزبده والفول السوداني وزبيب. والزبده ولا زبيب سوري، هاي زبيب. هاي طيب اهو تمام. بعد كده دول هحطهم على الوش، يبقى انا طبق المندي كده بتاعي خلاص جاهز. طبعا المكسرات بالنسبه للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في الكوليسترول او بيعملوا في دايت، يا ريت انها يعني زول لما نيجي نتناولها نيه بدون ما يحمصها بدون ما كده. ليه؟ لانها هنا كده إذا هي تحمصت طبعاً بيساعد في رفع الكوليسترول، لا حول ولا قوة، السعرة الحرارية بتاعتها بتكون زيادة. إذا أكلناها وهي نية الفول بالذات يعني مدمس ده، أيوة لأنه محمص تمام. أما إذا إحنا أتناولناه وهو ني بدون ما يتحمص وكده، فهنا بيساعدني في خفض الكوليسترول. طيب المشكلة هو ني ما مستساق يعني، هو مستساق لكن ما خلاص انت زول نفسه في حاجة ما حنحرمه منها، لكن حنديله بطريقة ما حلوة. طيب نشوف. طيب يا دكتور أنا كده جهزت خلاص المندي جاهز. متأكد انت ما عايز تعمل الطماطمية؟ لا تعملها انت برضو يعني عشان انا ما اتكلم مع روح. تمام تمام كده جدا. خليه برضو بعد الوردة حتعمل البقدونس. هنعمل بقدونس. شوفي شوفي الوردة شوفي شوف شوف الوردة يا روح شكلها جميل. طبعا عندنا مشاهدين بيعملوا حاجات برضو جميلة او احسن من تكون احلى من الوردة. بوست اسمه مطبخ ورسل، المشاهدين بيشوفوا الحاجات اللي بنعملها، وفي حاجات هم بيبتكروها براهم بيعملوها وبيصوروها وبيرسلوها لنا وبنشاركها مع كل المشاهدين. ممكن مع بعض نمشي نشوف الفقرة بتاعت أطبخ ورسل. أطبخ ورسل. أم لين عاملة سمك بلطي. ده أم لين عاملة سمك بلطي محمر، حياة برضو أنت بتحب يا سلام السمك طبعا. دي أم أم لين. أم لين الله ينور أم لين، سمك شكله يشهي. يا سلام يا أملين مع البطاطس. أنا طبعا بالمناسبة برضو بحب السمك مع البطاطس. يا سلام أكثر من الرز والصلاة والخبز. أي نعم صحيح. محمد عامل لنا كفتة مشوية بالفرن شكلها جميل ما شاء الله. يا أم محمد يا سلام يا أم محمد، كفتة مشوية. منة الله عملت بيتزا جبنة محشية الأطراف ما شاء الله. يا منة الله شكل الجبنة يشهي فوق العجينة. بتحب البيتزا؟ أي نعم حلوة جميلة يعني كويسة. كم بتحب السمك أكثر؟ السمك أجمل. كده عملنا المكسرات. كده عملنا المكسرات. كمان عندنا هند عاملة الجاتو شوكولاتة. جاتو؟ ما شاء الله جاتو الشوكولاتة شكله ظريف. سامح يا جدا يا هند. نشكر هند ونشكر كل السادة المشاهدين اللي راسلونا واللي بتواصلوا معنا في البوست بتاع أطبخ ورسل. بصراحة دكتور حاجة مشرفة زي ما انت شفته كده، موهبة شغل راقي جدا. احنا بنشكرهم طبعا على تفاعلهم معنا. احنا اخر حاجة دكتور كده خطينا خلاص. انت عملت الوردة؟ عملت الوردة وادي البقدونس. البقدونس قلت عنه حاجة؟ لا ما قلت عنه حاجة، لكن هسه انا اقول لكم عنه حاجات. يا سلام جميلة جدا. طبعا البقدونس بالنسبة للناس اللي بيعانوا من مشاكل في الكلى، مثلا الاملاح بتاعت الكلى او كده، ممكن يشرب البقدونس ينقعوا في مويه او يغليه ويشربوا. نعم بيساعد على تنقية الكلى، وبرضه بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في الهضم برضه البقدونس مفيد جدا لهم، وبيساعد على انه يساعد في الجهاز الهضمي. خليك شوية بس خلاص خليها لك طوالي. ناخذ نفس يعني. هو ده المندي. يا سلام على الجميل، وان شاء الله كده ربنا
يخليني التقي به في ساعات خير ان شاء الله. ده منديل الدجاج نفسه. شو السمك بتاعنا؟ ايوه طيب السمك انت بتحب تاكل جنب منه شو يا دكتور؟ يعني صحن ثاني طبق ثاني يعني مع السمك. السمك اول حاجه يعني جميل ما يحتاج ابدا غير ما يكون معه ليمون وبصل وشطه خضراء بس. تمام. احنا برضو في ناس نحن النهارده مستخدمين سمك الفيليه، السمك اللي هو زي ما كانت ام ليلى عامله طبق سمك رهيب جدا، عامله سمك البلطي السليم. احنا استخدمنا السمك الفيليه. لازم تمشي المطاعم تشوف السمك الفيليه دايما بيطلعوا جنب منه انواع من الصوصات. اي نعم. في ناس بتحب المايونيز. تمام. مايونيز؟ اي اوكي. المايونيز طبعا احنا عملناه قبل كده على الهواء قدام الساده المشاهدين. برضو احنا معظم حاجاتنا بنحاول ان مشاهدينا يعملوا حاجه في البيت، ما يمشوا يشتروا حاجه من بره، لغايه الخيار المخلل ده خليناه برضو في حلقه من الحلقات. تمام. نخط. انت عملت شو في البدايه؟ عملت شنو؟ لا المايونيز. مايونيز ما خطا. عملت خيار مخلل. وخيار مخلل معه بقدونس. ومعه البقدونس. ممكن نديه شويه عصير ليمون. عصير ليمون. اي ما بكتر ملح وفلفل لان المايونيز بيكون اوريدي فيه الملح. ده عصير ليمون ايطالي؟ لا ده ليمون البلد العادي. علقت معاك الليمون الايطالي شايف هذا؟ اي والله علق معايا كبيره حلوه. اي تمام اهو. هو ده المايونيز. ده اسمه تارتار صوص. صوص تارتار ده بيتقدم دايما مع الاسماك. يا سلام اضافه. اضافه. تمام. ممكن تحط ليه برضه بمناسبه كلمه اضافه، ممكن تحط ليه اضافات، ممكن تحط ليه بيض مسلوق، ممكن تحط ليه بصل مخلل. البصل المخلل الصغار صغار ده. تمام. بيديه طعم جميل جدا للصوص تارتار. ده الطبق اللي معاه. ده بيطلع جنب السمك. اي واحد. ده بيطلع جنب السمك. ممكن نحط ليه هو. النهارده انا معايا الدكتور فيصل، انا عارف ان هو من الناس اللي بيحبوا الديكورات وبيحبوا الحاجه يكون ليها شكل وهي طالعه. الكارنش. ايوه. كده يا دكتور. في البيت بتساعد المدام مثلا انك تعمل لها ديكور للصحن، هي تخط الصحن انت تعمل الديكور؟ ما بتخليني يعني انا بعمل الورده دي اللي عامل ابراهيم دي، والليله من الليله هعمل بتاعت الليمون، رغم انه ما عندي ليمون ايطالي لكن ممكن ليمون سوداني اصيل. الليمون انا ممكن اعمل لها طعم بطريقتين مختلفتين وتعلقهم سوا كده بده شكل، وشكل زاد بينتهي بعد شوي لانه هحلبها في السمك. ايوه كان حتساعدك انك تحلبها في السمك بسهوله. اي نعم. هي احنا ناخدها من مبدا العين بتاكل قبل الفم. اي نعم. يعني دايما الكلام ده معناه يا شيف ابراهيم انه السمك ما يحتاج ابدا لطبق اضافي. يا هو بدليل انك انت عملت حاجه تفتح الشهيه يعني. ايوه. المايونيز. معناه كلامي صح مش كده؟ ايوه. ما في اي حاجه اضافيه معه. قطع السمك بتاعتنا بدات تتحمر. احنا كده يبقى جهزنا طبق المندي والسمك جاهز، بس يتحمر شويه ينشف شويه في الفرن. بعد كده نمشي نجهز السلطه بتاعه السمك البقدونسيه، هي سلطه الطحينه لكن البقدونس شويه بيكون طاغي في الوصفه. نمشي نشوف المقادير ونرجع نشتغلها مع بعض.
ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هنعمل السلطه بتاعه البغدونسي. البغدونسيه جايه من كلمه بغدونس، ان البغدونس هو الغالب على الوصفه زي ما قلنا. نعم. يا دكتور من شويه. تمام، هنحط البغدونس بتاعنا في الخلاط. خلاط تمام. ثاني معاه ثوم، وعندنا الطحينه. طحينه، ايوه الطحينه من الحاجات المحبوبه ان هي تتعامل مع السمك. كويس، ونحط شويه زيت طعام مقدار كده معين. احنا طبعا بتبقى بالنظر، يعني ان انت بتحط شويه علشان تلف معاك الخلاط، وفي نفس الوقت بتدي تيست للوصفه بتاعتك. طيب احنا بنحط الملح والفلفل. ملح، ملح، وعندي الفلفل ويا الشمار طبعا الأسود. اساسي. ايوه شمار اساسي، وطبعا عندي الكزبره اهو. اوكي كده انا جهزت كل المكونات. ادي طبعا شويه خل وليمون، ليمون بلدي ما ايطالي عشان الدكتور شايف وتحسس بموضوع الليمون الايطالي. طيب الدكتور، الدكتور طبعا احنا يا دكتور على طول انا واحد من الناس دايما بقول لك يا دكتور. انا صراحه كنت فاكر انت يعني دكتور في المجال بتاع الادب او الدراما او كده. نعم. لكن قالوا لي لا ده دكتور في حاجه ثانيه خالص. هو دكتور علم الاصوات. اي نعم. ممكن نتعرف شويه كده عن المجال بتاعك مع الخلاطه دي؟ لا ما انا وطيها شويه. لاحظ انه هو دارس عن الاصوات، فعرف انه صوته ما حيكون مناسب مع صوت الخلاطه او ما حيوضح. انا وظيفه خالص انا 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 في الجامعه بدرس، انا استاذ بتاع دراما اساسا، لكن في دراما متخصص علم اصوات. وعلم الاصوات طبعا هو علم يختص بدراسه الصوت البشري وانتاج الصوت البشري والمخارج وتوظيف الصوت في المواقف المختلفه الكلاميه. اي زول يتصدى لصناعه الكلام من مغنيين لمؤديين لممثلين لمذيعين لخطباء، كل اللي بيهتموا بصناعه الكلام ده في مجال تخصصنا نحن. بيساعد الناس يعني الطرق المثلى للتنفس وانتاج الكلام، والزول يكون مرتاح والكلام يكون واضح ومن المخارج حقته الحقيقيه يعني كده. ده علم الاصوات. والله حاجه جميله جدا. ممكن اجي اخذ معك محاضرات في علم الاصوات؟ اي نعم كويس تجي طوالي. المذيعين قاعدين ندرب المذيعين على الشغل زي ده. عدد كبير من المذيعين دربناهم على انه كيف يجيب في الميكروفون وامام الكاميرا ويتكلم وينتج اصوات والطرق الحديثة شنو وعلى غتب الوش وبالاشاره وكلام كثير. تمام حاجه جميله. اي نعم. طيب يا دكتور سمك جاهز؟ السمك خلاص؟ خلاص. طلبك جاهز. طلبك الاسماك. طلبك عندنا يا دكتور، ادي طبق السمك اخر حاجه، حط عليه شويه البقدونس. البقدونس اهو. البقدونس بخش فيه حاجه كده يعني حاجه جميله. هو جميل طبعا. هسه انا ذكرت لك الفوائد بتاعته، ف يعني مفيد جدا، ما عنده مشكله مع فئه محدده غير الناس اللي بيعانوا من الجلطات. عنده مشكله مع الجلطه؟ مع الجلطه. ليه؟ لانه اي خضار اخضر بيحتوي على فيتامين كي اللي هو بيساعد على بيرفع النسبه بتاعه تجلط الدم. فزول بيكون عنده جلطه احنا ما بنكون عايزين نرفع له نسبه التجلط بتاعه. اي خضار اخضر؟ اي خضار اخضر. يعني زول اللي عنده جلطه ما ياكل اي حاجه خضراء؟ اي حاجه خضراء يمتنع عنها نهائي ولا حبه؟ نهائيا، لحد ما انه الوضع بتاعه يبقى كويس. ليه؟ لانه يعني معناه كلام مش البقدونس بس يعني. ايوه البقدونس، الخيار، الفلفل الاخضر، الجرجير، ايوه اي خضار اخضر كلام عجيب. ايوه ليه؟ لانه طبعا زي ما تركي الناس حاليا فيتامين كي بيرفع النسبه بتاعه تجلط الدم، واحنا ما عايزين انه دمه يكون متجلط، لانه هو اصلا عنده مشكله بتاعه تجلط في الدم هي اللي بتكون قافله الشريان او فاحنا بنكون عايزين انه يكون في سيوله في الدم، نزيد من نسبه السيوله، ففيتامين كي بيساعد في رفع نسبه التجلط. يعني حتى يفهم بالنسبه للزول اللي ما عنده الحاجه دي ما يكثر منها مشكله؟ لا هو ما مشكله، الزول ما عنده حاجه، زول سليم ما عنده مشكله مع فيتامين كي، اما فيتامين كي بس المشكله الوحيده مع الناس اللي عندهم غريبه يعني الخضار يعني عنده ميزات كويسه حتى بالنسبه لل يعني ممكن نتناول الالوان الثانيه، عندك مثلا الطماطم، عندك الجزر. نعم. الخضروات الثانيه ممكن نتناول الجرع. الخضار الكلوروفيل. ايوه مو مشكله يعني. ايوه هذه مشكله دي. طيب الجسم جوه ذاته يا دكتور انت زول بتاع التغذيه، الجسم ذاته موقع او موزون ما بين الحوامض والغلويات. ايوه ده في المعده يعني كده. ايوه
المعدة طبعا على حسب مثلا بتلقى في ناس عندهم مشكلة بتاعة حموضة هنا بيكون الحمض بتاع المعدة بيكون زايد. فنحن لما نديهم مثلا الحاجات اللي بترفع الحموضة مثلا اللي بتخلي انه المعدة حموضتها عالية احنا بنكون عايزين نخليها متوازنة البي اتش بتاعها يكون متوازن. البي اتش يكون ما بين الكمايز والاسيدز. ايوه كده ما شاء الله عليك. انا منتبه معاك. اي نعم البي اتش السكيل بتاعه 14 مش كده؟ ايوه يعني المفروض يكون متوازن بين الاثنين. ايوه عشان كده حتى المشروب حق المويه ده زول كنت يشيل القزاز عشان يشوفها بدك يشوف البي اتش حقها كم. ايوه يقراها ويقرا من 7 ل 8. طبعا هي هنا بتكون موزونه. ايوه عشان كده انا استغربت جدا لانه الخضار بيحاول يعني بيحول الجسم من اسيد لالكالاينز. أيوة. لكن زول عندي قطه عنده مصيبه يعني. والله هي مصيبه فيها انواع كثيره من الخضروات متوفره نحن حنتكلم عنها كلها طبعا وحنخلي الشيف ابراهيم يخلط لنا البقدونسيه لكن حنمشي فاصل وحنرجع لكم ثاني. اهلين وسهلين ورجعنا مره اخرى ثانيه لمطبخنا مع الشيف ابراهيم. وبعد ما عمل البقدونسيه تماما انا اتكيفت شديد من البقدونسيه والان هو جاب القمع ده وعمل فيه الكاتشب عايز يزين البقدونسيه الجميله. وسالته سؤال جميل جدا جدا انه هل البقدونسيه موجوده في المطبخ السوداني؟ قال لا. طيب ليه انتوا اصل حاجه ما متوفره في المطبخ السوداني بتعملوها؟ قال ايوه ده واحد من اهداف البرنامج انه نعمل حاجات دي يعني نزيد بيها المطبخ السوداني الاصناف وحتى يعني القيمه الغذائيه بتاعت البقدونس. يعني احنا مثلا في مطبخنا السوداني البقدونس يعتبر من الخضروات المهمله ما قاعد يحب عنده فوائد كثيره جدا ويعني حاجاته حلوه. فيا ريت انه كل السودانيين يهتموا بالسلطات الحاجات اللي احنا بنعملها غير لانه بتكون القيمه الغذائيه بتاعتها دائما عاليه. شوف ابراهيم شوف الكاتشب مع الخضار بتاع البقدونس يعمل ايه. لكن ما حلنا زي ما انت قلت في الفاصل يا دكتور يعني ده شغل بتاع حنة وبتاع لا يعني بيشبه الغمع اللي انت استخدمته ده بيشبه الحنة وكده لكن الشكل بيجي جميل جمال ما عادي يعني حلو يعني ما يستحق يتاكل ببساطه يعني طبعا زي ما قالت الدكتوره البقدونس من الحاجات المفيده اللي هي مهمله احنا ممكن عشان نقدر نتناولها بنحطها عن طريق سلطه الطحينه زي كده. عملت له زيت مش كده؟ ده زيت على الوش دايما الطحينه عشان مع الهواء بتنشف بتعمل طبقه ما ظريفه دايما بنحط ليها زيت علشان زيت عادي تفضل فريش. زيت زيتون زيت عادي زيت طعام ما في مشكله ما فيش مشكله. ايوه ما في مشكله. شو الشكل جميل كيف وكده يبقى احنا جهزنا سلطه البقدونسيه. طريقه سهله وبسيطه جدا يا دكتور ما بتاخد يعني حرام انه بعدين تخش فيها يد او او نسيبها كده بس يعني انت بعدين ما حتاكلها يا دكتور. شوف البقدونسيه حلوه كده وكده وجميله كيف هي بالعكس هي كده بتسهل انه الزول انه يتناولها وانه اول ما دخل فيها يد او عيش او معلقه خلاص اتخربت يعني خلاص كل من الطرف. طيب يا دكتور احنا عشان نكسب زمن انت هتيجي توقف مكاني هنا. اها تمام. ايه معانا النهارده الدكتور فيصل هيقدم لنا طبق سلطه الفواكه على طريقه الدكتور فيصل. خلينا نمشي نشوف المقادير نرجع لكم. We'll be right back.
خلاص بعد ما جهزنا الوجبات الجميله حقتنا، عملنا المندي بتاع الدجاج وعملنا السمك حقنا وعملنا السلطه البقدونسيه ومن قبلها برضو المايونيز، خلاص عايزين التحليه. بغض النظر يا دكتور عشان ما تقول لنا كلام، انا نظري انه التحليه المفروض الناس تاكلها قبل الوجبه ولا بعد الوجبه، موضوع ثاني. تمام، يعني عايزين نعمل السلطه بتاعت الفواكه اللي انا بحبها. الان الفواكه كلها يعني موجوده، اي فواكه ممكن تعمل سلطه مش كده؟ برتقال، مانجا، موز، تفاح، اناناس، عنب، كلها كده. الان احنا وضعنا هنا شنو؟ المانجا، خطينا المانجا وكده حكم على ده تفاح. لا برقوق. ده شنو ده؟ برقوق. برقوق برقوق موجود في السوق؟ برقوق موجود، مرجوق كوب المرقوق. هاي تاني من البرقوق. وبعد كده عندنا ده كيوي. ده كيوي، كيوي موجود في السوق يعني كده. والموز طبعا، احنا الموز والتفاح بنقطعه في الاخر علشان ما يسود. يبقى اسود. يعني دايما لو هنعمل سلطه فواكه دايما في اخر الطبق بنعمل الموز علشان ما يسود، ومعه تفاح. يعني معه تفاح برضه هنقطعه دلوقتي. خلاص انتهينا. بخط العصير، انا عامل عصير برتقال مع شيره. ده عصير برتقال، عصير برتقال مع الشيره. لا ده كده كده شيل. انت بتصب يا دكتور كده بالظبط. انا كنت متخيل انه في حاجه بشيله. لا 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 بالصب. طيب يلا نكب دي. ايوه عصير برتقال مع الشيرة. الشيرة اللي هي السكر والعسل والليمون والليمون. طيب خلاص انتهينا. تمام نقول كده خلاص. بعد كده بنقطع التفاحة. اسمح لي بقى دكتور اجي مكانك هنا. يا سلام. تمام حط السلطة بتاعتنا ورا شوية كده. عملت سلطة حلوة. حلوة. التفاح دي في النهاية طبعا. التفاح في النهاية قلنا عشان ما يسود. عشان ما يسود ولا لأنه التفاح هي ملكة السلطة حقت الفواكه؟ لا هو التفاح من الفواكه اللي بتسود سريع. يسود. هو الموز لو شموا الهواء يسودوا بسرعة. يسود. يسود بسرعة. هو الموز. عشان كده تعمل آخر حاجة. بالظبط كده. شرايح. نقطع كده وبعد كده نقطع مكعبات أهي. أهو. الطريقة دي. طيب يا شيف أنت كان ذكرت قبل كده إنه أنت مثلا الموز كنت والتفاح بتحط له ليمون، عصر بتاع ليمون قلت انه بيخلي انه بالظبط كده. انا لو عندي عايز اجهز تجهيز مسبق التفاح او الموز بنوصل عليها دكتور عصرة ليمون علشان يدينا نحافظ على اللون بتاع الفاكهه بتاعتنا. اي نعم. لو هنشتغل سريع زي دلوقتي خلاص بناخده ونحط. يعني همك الاساسي هو ان الموز ما يسود والتفاح ما يسود. تمام. اذا سود ده بيتغير طعمه؟ لا ما بتغير الطعم بس اللون بيكون الشكل جميل. بالظبط كده. طيب يا دكتور احنا جهزنا كده سلطه الفواكه بتاعتنا. تضرب الان. عملنا معها الكريمه، الكريمه اشتغلناها على طول، الكريمه اللي هي الكريم شانتيه. كريم شانتيه. كريم بودره جاهزه احنا بنفكها بيها، واما قلنا دايما بمويه بارده او بلبن بارد. نعم. تمام. الكريمه. الكريمه. كريم شانتيه. بالظبط كده. طيب. اجيب الكاسات بتاعتي. دكتور. كده خمسه بس. خلاص في واحده ناقصه. طبعا نكون روعه شايلاها لي. روعه ما شايلها شفتها؟ سمعتوا قالتوا؟ شنو؟ لا معلش انت تحمل يعني. خلينا الكبيره. انا لا كانوا خمسه والله حقيقه. اهي الخمسه، شايف الخمسه وين؟ اه كويس. وينها؟ اهي نحط الفاكهه بتاعتنا كده يا دكتور. في كل بس في مشكله. اتفضل. بتاع صغيره. اللوج ولا اللي بتاع صغير الكوبايه. يعني زين بعد ما ياكل يعني غايت الحمد لله من قبلها يعني كده. دي توريك بقى الدكتوره الحته بتاعت الكميات كيف نوزع الوجبه بتاعتنا. ليس من الحكمه انه زول ياكل الحلويات كثير مش كده؟ طبعا ما من الحكمه طبعا. اكيد الفواكه او مثلا حتى التحليه اذا انا حابه اتناولها المفترض تكون بعد ساعتين من الوجبه ما طوال. احنا هنا كده في السودان تشيلوا صينيه تحت الغداء بتحطوا صينيه تحت التحليه. ده الحاصل. كونوا واضحين يعني. دي المشكله هنا انه انا ممكن اتناول التحليه بتاعتي عشان ما تضرني او تاذيني اتناولها بعد ساعتين من الوجبه. ساعتين او قبل الوجبه. ساعتين بكون وصلت الكلاكله يعني بعد الوجبه يعني. شيلها معك يا شيف ابراهيم. ايوه الكلام ده كده ما بيجي. يعني انت في رايك الزوج ياكل الفواكه قبل الوجبه؟ والله هم طبعا في فرنسا بياكلوا الفواكه يعني. في فرنسا؟ قبل ها؟ قبل الاكل. انت ليه قلت في فرنسا يعني؟ يعني من الحاجات اللي درستها. انت كنت في فرنسا؟ لا انا ما مشيت فرنسا لكن درست المطبخ الفرنسي يعني. باللغة الفرنسية. باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وبالعربي، ثلاثة مع بعض. يعني أنت بتتكلم فرنسي أنت؟ المطبخ أصلاً أساسه مطبخ فرنسي. فرنسي. يعني المصطلحات معظمها بنستخدم يعني زي زولتا صوص تارتار دي كلمة فرنسية ما كلمة. عملت الكريمة دي فوق كده يعني كتزيين لسلطة الفواكه. وبتدي تيست طبعاً. وبتدي تيست. كريم شانتيه.
جهزنا طبق سلطة الفواكه. نمشي لاخر حاجة الليلة في زي برنامجنا الليلة اللي هي السينابون رولز. هنعملها مع بعض دقيقتين بسرعة ونشوف المقادير ونرجع تاني. طيب رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بسرعه كده هنشوف السينابون رولز. احنا بنخط يا دكتور زي ما شفنا المقادير الجافه الاول مع بعض. عندنا دقيق، عندنا اللبن البودره، عندنا الخميره ايوه، عندنا البيكنج باودر، السكر بسيط تمام، ونديهم خلطه كده مع بعض، يتخلطوا مع بعض كويس. عندنا حوالي ربع كوبايه زيت كويس، نكسر معاهم البيضتين. الموية دي سخنة يا دكتورة. طبعا في ناس بيقول لك انه السينابون عشان معمول بالقرفة بيكون مناسب بالنسبة لناس السكر. ايوه، لكن هو للأسف ما مناسب خالص مع ناس السكر. ليه؟ لأنه المكونات بتاعته دسمة جدا. نعم صح. ايوه، انه المفروض يكون ثاني فيه صوص بالسكر تضبطه له، والقرفة اللي فيه يعني مهما كانت ما حتقدر تعدل ليه او تعمل ليه توازن للسكر. نعم صح، هم بس اعتمدوا على الكلام ده عشان القرفة بس. ايوه، فيها كمان الزبدة، يعني مكونات كلها دسمة دسمة جدا، يعني عشان كده فيعتبر انه ما صحي للناس العيانين. هذول عنده ارتفاع في الكوليسترول، هذول عنده مشاكل في القلب، هذول عنده مشاكل مع السكر. ما مفترض انه لازم المويه الدافيه. المويه الدافيه لغايه ما تتكون عندي عجينه ما بتتمزق كده زي كده، باخدها وبخمرها لمده ساعتين كده. خلاص بيت كده التوبه دي كده خمرانه لمده ساعتين. اوكي بعدين جيب الدقيق بتاعي افرده كده يا دكتور، ايه اهو الطريقه دي كده. خلاص كده العجينه تمام. انا بجيب الزبده تمام، بدهن الزبده بتكون بدرجه حراره الغرفه تمام 37 درجه. هاي بدهن الزبده على العجينه، المفروض تفك شويه تمام عشان المكيف تمام. بس انا داير اقرب النظريه للساده المشاهدين. الطريقه دي اللي هي حوالي 4 معالق كبار زبده، دي الاساس بتاعه السينابون رولز. لاحظ انها هي دسمه قدر شنو؟ شايف الزبده خفيفه كبيره كده. وبديها القرفه، طرق تيل الخلاط، رش القرفه، وممكن برضو نرش معاها لو دايرين كاكاو تمام، لو دايرين نرش معاها كاكاو. وبعد كده بنلف نعمل الرول. الرول هي عشان كده سموها سينابون رول، اللي هي جايه من القرفه ومن ال كده. بعد كده بنقطع بالعكس الرولات اهو، بيكون الرول معانا بالشكل ده اهو، بالشكل ده بنرصه في الصينيه وندخله على 25 دقيقه على 180 درجه تمام. بكده يبقى احنا السينابون رول بتاعنا جاهز. بعد كده ممكن نديله صوصات، انا عامل شويه جاهزين هناك اهم، هندي له الصوص بتاعه
طب انت الصوص عامله بشنو بالظبط؟ عامل صوص شوكولاته وصوص كراميل معاهم. اول مره اعرف انه يعني كلمه الصوص بدا علاقه بالحلويات. الصوص الصوص انواع بيمشي للحلويات وبيمشي اول مره اعرف الحكايه دي يعني. بالضبط كده يعني كلمه الصوص يعني مع الاكل يعني. لا يمشي للحلويات وبيمشي برضه الحلويات دي صوص. اي بالضبط كده صوص يعني كشوكولاته ده صوص شوكولاته وفي عندي صوص كراميل. كراميل ده ممكن تحط برضه صوص جبنه بطريقه سهله جدا جبنه وسكر بودره بنضربهم مع بعض ونفكهم بلبن وبعد كده بنشوف القوام اللي احنا دايرينه بنحطه معاه. يا سلام بديها شكل. ايوه طيب نحن طبعا يا دكتور اخر كل حلقه وقبل ما نختم الحلقه بتاعتنا بنمشي بنشوف القيمه الغذائيه لكل اطباقنا اليوم بنجي راجعين ثاني. حلقة مميزة وشديدة مع دكتور فيصل استمتعنا معاك يا دكتور ونتمنى ان السادة المشاهدين برضو كمان يكونوا استمتعوا معنا بحلقة الليلة حلقة يوم السبت مع الدكتور فيصل ملك الكوميديا في السودان. نورتنا اليوم وبجد كانت الحلقة جميلة وكانت ممتعة ونكهتها بجد كانت خاصة. تسلم كثير. شكرا جزيلا للشيف ابراهيم للايادي الماهرة الجميلة والدكتور الروعة للمعلومات المفيدة وللوجبات الجميلة اللي عملناها المندي الجميل اللي هناكل ليلة وايضا السمك وسلطة الفواكه المحببة والحاجات الحلوة دي. شكرا لكم وشكرا برضو للناس اللي تابعونا على الهواء مباشرة. طيب احنا دائما اتعودنا في الختام بنقول لكل اللي بيتابعونا في امان الله.